الخير، الاخبار عاملين ايه؟ ده اول فلوج انا بصوره من مصر. طبعا رد فعل الناس هيبقى غريب ان حد ماشي ماسك كاميرا عمال يصور نفسه. فهنشوف كده نعمل ايه. هنفوت دلوقتي نازلين نجيب فطار. من الحاجات اللي وحشه الواحد في مصر اللي هو يروح يجيب فول وطعميه كده الصبح ويفطر. فهنعدي نجيب فول وطعميه واتمنى ان احنا نلاقي بليله، بس مش عارف الاقي بليله ولا لا. طبعا الناس كلها عماله تبص عليا دلوقتي، بس عادي بقى الواحد يتعود بره. بس هنا الوضع مختلف شويه. ده كريم اخويا، المفروض ان انا لما سافرت كريم كان اصغر مني، بس بس لما رجعت حاسس ان هو اكبر مني شويه يعني، معرفش بقى ليه. بس ولا هو كبر يعني. يوسف اول مره ينزل معانا نجيب فطار. بص ومريم نفس الحكايه. مريم ماشيه مش عارفه في ايه يعني، هي لاقيه زحمه في كل حته وتكاتك وبتاع، هي عايزاني اشيلها اصلا. ويوسف برضو يعني هو مش عارف ايه، يوسف خايف يعني، ما تفهمش، مخدود صح. مريم مش عايز ترجع البيت. تبدي سونسا. هضطر اشيل مريم لان مريم خايفه تمشي بالزحمه. هنروح دلوقتي نجيب فول وطعميه ونجيب بيت الحاجات. وعايز اعمل النهارده حاجات كتير قوي، عايز احلق لان من ساعه ما جيت ما حلقتش، وعايز اجدد البطاقه، وعايز اجدد الباسبور لان يعني البطاقه بتاعتي خلصت بقالها سنتين والباسبور هيخلص السنه دي، بس مش عارف الحق اعمل الحاجات دي كلها النهارده ولا لا. فنروح نجيب فطار ونرجع تاني. مريم كانت فرحانة قوي انها بتختار قوطة وخيار من الشارع وكده، كانت تجربة جديدة بالنسبة لها يعني. والست لما شفتنا بنتكلم تشيكي راحت مزودة علينا السعر، بس انا قلت مش مشكلة. جبنا تقريبا كيلو قوطة وكيلو خيار ودفعنا 30 جنيه. كلام اخويا بيقول لي هو كتير، بس قلت له عادي مش مشكلة. هنطلع دلوقتي نروح نجيب فول وطعمية، بعد كده نطلع نفطر. الشمس عالية قوي والصوت في كل حتة، العربيات وكده، مش عارف الصوت وصل لكم ولا لا، اتمنى يكون واصل يعني. بعد كده نرجع. الحاجة دي يا جماعة لو بتتباع هناك يعني ممكن ادفع فيها مثلا 10 يورو في الكوباية، مش مشكلة يعني. نضرب القصب ونروح نجيب الفول والطعمية ونطلع نفطر، لان يعني الجو حر جدا ومريم يوسف قرفانين خالص من الحر. فنشرب ونطلع فوق نكمل. وصلنا البيت اخيرا، الجو تحت كان نار لا يطاق. يوسف ام بتوجب معاه، عامله له طفيله ما اعرفش ايه اللي عامله له دوت. هنضرب دلوقتي فطار مصري اصيل، بعد كده عايز انزل احلق واعمل كام حاجه، فهشوف اذا كنت هكمل الحوار ده النهارده ولا بكره. مريم قاعده بتفطر. مريم عايز تدوب ريد لوب. نضرب بقى اخيرا فول وطعميه. الطعميه شكلها غريب شويه بس هي حلوه يعني، وطبعا ده اساسي لازم يكون موجود. تاكيا ومريم قاعده تضرب بقى واحده ونكمل بقى بعدين. تاكي اهو. تاكي اهو. على طول مثلا تكلم الحلاق بعد ما تخلص تقول له عايز كام، يقول لك والله تدفعه يا عم ماشي اللي هو كام يعني، يقول لك لا معلش مش قادر اقول لك. فتحس ان هو على طول محرج كده، مش عارف لو اديته مثلا 5 جنيه هل هيسيبني امشي، مش عارف. دلوقتي عايز اروح اعمل البطاقه بتاعتي خلصت بقالها سنتين، حاجه عيل همها قوي يعني، اروح اعمل بطاقه هنا في مصر وحوار التوابير والحاجات دي كلها. وبعد كده عايز اعمل باسبور، الباسبور بتاعي برده هيخلص اخر السنه، وعشان اعمل باسبور معديه هناك. طبعا الناس كلها عماله تتفرج عليا دلوقتي، بس انا اتعودت على الحوار ده يعني. عشان اروح اعمل عندنا باسبور في التشيك
بيقعد 3 شهور، وغير ان هو بيقعد 3 شهور بدفع عليه 6000 جنيه، فالحقه هنا اعمله قبل ما يخلص وبعد كده نرجع نكمل تصوير تاني. بس ادعوا لي بس اللي اخلص حوار البطاقه بسرعه، ما اقفش مثلا السحل ساعتين ولا حاجه هناك يعني، اروح اخلص البطاقه وارجع لكم تاني. أسوأ حاجة في الدنيا انك تروح تطلع ورقة من اي مصلحة حكومية في مصر، حاجة عذاب يعني. قعدنا تقريبا ساعة عاملين بلف عشان نطلع البطاقة، واطلع فوق وانزل تحت وهتستمر ما اعرفش ايه، لحد ما اضطريت اديها المكتب يطلعها لنا. دفعت تقريبا 450 جنيه عشان اطلع بطاقة، بس قلت مش مشكلة اهم حاجة اخلص من البطاقة يعني، لان حاجة كانت متعبة جدا. هستلم البطاقة يوم السبت، بعد كده اطلع يوم السبت اروح اعمل باسبور، استلمه كمان 3 ايام واخلص بقى من حوار الورق ده، لان حاجه متعبه جدا يعني. تاني اسوء حاجه بعد البطاقه انك تصور فلوجز في مصر، حاجه كده مش طبيعيه ان انت تبقى ماشي كده في الشارع ماسك كاميرا وعمال تكلم نفسك، الناس كلها عماله تبص عليك والناس عماله تتفرج مش فاهمين في ايه. لدرجه ان في حد بعد ما خلصت وقفني بيقول لي انت بتصور ايه وليه وعشان ايه، لما قلت له بعمل فلوجز وكده حسيت روجع عايز اتصل بالشرطه يعني. ففعلا معاناه ان حد يصور فلوجز في مصر يعني، ربنا يكون في عون الفلوجرز اللي عايشين في مصر وبيصوروا. معرفش بيقابلوا بقى صعوبات ولا بيصوروا في مناطق معينه ولا بيعملوا ايه بالظبط يعني. كانت تجربه تصوير اول فلوج في مصر، بس الحوار مش سهل خالص يعني ان واحد يصور فلوجز في مصر، فمش عارف اذا كنت اقدر اكمل اصور فلوجات تاني في مصر ولا لا، بس ربنا سهل وحاول يعني. لان الناس فعلا بتبقى عايزه تخش جوه الكاميرا، تحس عايزه تنط في الكاميرا، مستغربين جدا نظام الواحد ماشي كده في مصر عمال يصور نفسه وماسك كاميرا، والكاميرا اصلا شكلها كبير شويه بالحامل بتاعها. فهنشوف كده ربنا يسهل. اتمنى يكون الفلوج عجبكم، وكان حاجة سريعة كده عن أول أسبوع في مصر عدى إزاي، وإن شاء الله احتمال ننزل بلوج في نص الأسبوع ده. حاجة كده كريم أخويا هو اللي طالبها، إن احنا نعمل تشالنج بيني وبين كريم أخويا، تشالنج أكل. فمش عارف هو إيه تشالنج أكل ده، بس هو مصمم إن احنا نعمل تشالنج أكل. هنجيب كمية محددة من الأكل كل واحد فينا ونشوف مين هيخلصها الأول، حاجة كده يعني. لسه مش عارفين بالظبط عبارة عن إيه يعني، لسه بنظبط الفكرة، بس إن شاء الله ممكن نعملها وننزلها في وسط الأسبوع. فيا ريت لو حابين تشوفوا حاجة زي كده فياريت تعرفونا في الكومنتس اذا كنتوا حابين تشوفوا تشالنج زي ده كده ولا لا يعني. ان شاء الله احتمال يكون في كم فلوج كده مشترك مع فلوجرز مصريين عايشين دلوقتي في مصر، فهنحاول نرتبها كده ان شاء الله لما يكون في وقت ونحاول نظبطها. واشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي، مش عارف اذا كان مش عارف امتى، اذا كان هيكون هو الفلوج بتاع التشالنج دوت ولا فلوج تاني، فهنشوف كده ربنا يسهل. وحوار الميت اب انا ممكن اعمله الاسبوع الجاي ان شاء الله، ممكن مثلا يبقى يوم جمعه او سبت، لان اغلب الناس هتبقى اجازه في الايام دي. فلو الناس المعدة مناسب ليها فياريت يقولوا لي، ونحاول نحدد المكان والساعة كام بالظبط وكده، وان شاء الله نتقابل. اشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي. السلام عليكم. بعد الفطار لازم نضرب تورتة، بقول تورتة من امبارح يعني، نفطر ونحلي، وهي دي مصر. انا نهارس شكرا يا مصر. سلام على مصر. سلام على مصر. انا نهارس معرفش يمكن هو بيقول كده عشان الله يا بلدنا الله يعني هيجيبوهم من كذا. استغفر الله.